السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة من فانتاكتيك. سعيد جدا في هذه الحلقة يكون معي سعادة المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني. بالتأكيد اليوم أنا في غاية السعادة أن يكون معي في هذا اللقاء، إن شاء الله لقاء حنحاول بقدر الإمكان نسرد فيه الكثير من الأحداث. بالتأكيد تفضل سيد المستشار، مشكورا في أنه يوضح الكثير من الأحداث بالنسبة للجمهور السوداني والجمهور الهلالي بشكل أخص. سعيد جدا أن أستقبل السيد أبو ناصر السيد تركي آل الشيخ، برحب بك في قناة فانتاكتيك. أهلا وسهلا أخوي محمد، وأنا سعيد. أول شيء أنا أتشرف بهذه المداخلة وأنا جاهز، وأنت إنسان طلعت على عدة فقرات من إنتاجك عقلاني ومحترم وواقعي، فعشان كذا أنا أتشرف بالحديث معك. سعادة المستشار، بالتأكيد إحنا ما عايزين نأخذ من زمنك الكثير، بالتأكيد أول حاجة بنتمنى لك الشفاء العاجل. أنا محبي أخذ خوش على طول إن شاء الله أفصل بالموضوع. فيعني شفنا بتأكيد الكثير من الاستثمارات، الكثير من الأخبار، اسم على علم، نار على علم، اسم على مسمى، بالتأكيد مسمى حتى على مستوى العالم. فالاختيار يمكن الشارع السوداني بيسأل ليه السودان وليه الهلال في التوقيت تحديدا؟ أول شيء أخي كريم، أنا أول شيء أنتمي لبلد تربطه بالسودان علاقات وثيقة. نعم. وقيادتين تربطهم بعلاقة وثيقة، هذا أول شيء. والسوداني سعودي والسعودي سوداني، يعني بلدين. أنت زي ما أقول أنا دائما وقلت قبل كده، أنا ما أعتبرها الجالية السودانية، أنا أقول إخواننا السودانيين في السعودية وإخواننا السعوديين في السودان. هذا واحد. اثنين، أنا كنت في فترة من الفترات تشرفت برئاسة الاتحاد العربي، وكان عندي طموح، ويمكن اليوم الأخ شداد في تصريحه صرح بشيء، أنا فعلا كنت في الزمانات كنت أرغب فعلا في دخول الساحة السودانية ودعم فريق كرة القدم الهلال في منذ القدم. أنا يا أخي أمر يعني بوضع نتيجة مركزي الحكومي في المملكة العربية السعودية. أخي الكريم، أنا لا أستطيع أن أميل، يعني أستطيع أن أشجع لكن لا أستطيع أن أدعم أو أتدخل في أي شأن رياضي داخل المملكة العربية السعودية، ولا يعتبر زي النوع من التحيز. فهمت علي يا أخي الكريم؟ نعم نعم. لكن أقدر أمارس هذه الهواية خارج حدود المملكة العربية السعودية، فابتديتها في مصر، وابتديتها بعدها في أوروبا، والآن في الهلال السوداني. نعم. ليتشرف بمعرفتي بالأخ هشام، وأتشرف برئاستي الفخرية لنادي الهلال السوداني، وهذا وسام على صدري، يعني نادي عريق ونادي أقدر أنا زي دائما أقول هالكلمة، أنا عاشق للنجاح، أقدر أمارس فيه هوايتي وأقدر أمارس فيه فكري والتجربة اللي أنا خدتها وعصارة خبرتي. يعني أنا 39 سنة، لكن شفت في هذه 39 سنة في عالم الرياضة وعالم كرة القدم الشيء الكثير. فأتمنى أني أقدر أساهم وأشوف نجاحي في أرض الواقع، لأن هذا الشيء يسعدني وهذا الشيء يدفعني للمزيد ومتعة شخصية يعني. نعم. طيب أنا حابب برضو أسأل سؤال ثاني، ليه السودان بالتأكيد كاختيار ليك اللي هو عبارة عن البلدين بالتأكيد والعلاقات الأزلية بيناتهم، برضو ليه الهلال؟ ليه ما المريخ؟ ليه ما مثلا حي العرب، الامل، عطبره، الانديه التاريه السودانيه؟ واحد لاني هلالي. نعم. هلالي في السعوديه وهلالي في السودان. نعم. اثنين، لانه من اكبر الانديه في السودان وفي افريقيا. نعم. وارضيه خصبه، فانا هذا فريق انا اشجعه وجاهز. نعم. فريق جاهز. نعم. فريق يحتاج بس لمسات خفيفه ودفعه معنويه ودفعة إدارية ومادية وصنعة وحيحقق حيشوف الواحد نتائج هذه الصنعة في وقت وجيز. نعم نعم. طيب خلينا برضو ندخل في النقاط اللي يمكن تكون مهمة. بالتأكيد نادي الهلال حاليا ممكن من رأس يمكن المجلس الذي سبق مجلس التطبيع، مجلس السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال، يمكن عمل منشآت كويسة جدا جدا. حاليا في التوافق او في التفاهم بينك وبين مجلس الصوبات، المجلس مجلس التسيير الحالي،
هل أطلعوك على الوضع الحالي موجود فيه النادي من مسألة الاستثمار على التفاصيل المهمة جدا الخاصة بالنادي، ولا لسه الموضوع في طور الدراسة وقيد الدراسة؟ احنا في لسه في البدايات، انا قاعد اجمع المعلومات الان وابغى استفيد منك ومن كل اخ في السودان ايش اقدر انا اقدم، ومجلس الادارة انا انتظرهم في جوانب عديدة. يعني انا مثلا من المعلومات اللي انا عرفتها اليوم وابغى اتأكد منها ايضا، هل في اي مشاكل مثلا في مستحقات لم تسدد هتعرض النادي لعقوبات من الفيفا او شيء من هالقبيل؟ هذه معلومة احتاج انا اعرفها عشان تسجيل اللاعبين وعشان وضع الفريق مع الفيفا. يعني جوانب كثيرة، جوانب زي ما قلت لك الاستثمار في البشر والاستثمار في الحجر. ايش نقدر نقدم في الاستاد نفسه من ناحية الإضاءة، من ناحية انا اللي عرفته الان الاستاد يستخدم كثير في مباريات الهلال ومباريات غير الهلال. نتيجة الاحتياج اللي موجود في السودان في الظروف الحالية، فأحتاج أعرف كمان هل هذا حيأثر على أرضية الملعب، إيش النواقص اللي في الاستاد. جانب الثاني أحتاج أعرف الكوادر من اللعيبة المعتزلين والإداريين في نادي الهلال اللي إيش نقدر نقدم لهم في ناحية التعايش، وخط غمار تجربة التعايش خارج السودان في دول أوروبية وتحت إشراف مدربين كبيرين عشان يرجعوا. زي ما أقول لك، أنا أعطيك مثال الآن، ممكن أجيب لك أكبر جهاز كمبيوتر أو أكبر جهاز رياضي، إذا أنت مكنة رياضة في الجيم، إذا أنت ما أنت متمرس عليها أو ما أنت متعلم عليها، ما راح تقدر تطلع منها أفضل أفضل النتائج. فأنت تحتاج أنك يعني تدرب كفاءات، وتحتاج أنت في البداية ممكن تبدأ بالأجنبي، لكن بعد فترة تحتاج توطن هذه الصنعة، سواء في التدريب، سواء في المنشآت، سواء في الإدارة الرياضية، سواء في الاستثمار، في كل الجوانب. هذا كله أرجع أقول لن يتم إلا بالتنسيق مع أخوي هشام الصوباط ومع مجلس ادارته ومع الناس اللي انا اظهرهم ولجنه التطبيع واللي انا اظهرهم، وان شاء الله في الانتخابات يفوز وان شاء الله نستمر. لان من الاشياء الاساسيه عندي اللي دفعتني لخوض هذه التجربه وجود اداره حكيمه ورشيده زي اداره هشام الصبا. نعم. طيب انا حابب ارجع اقول لك، نعم ارجع اقول لك، خلصنا الان الجانب التدريبي. في جانب اللاعبين المحترفين، جانب المتجر، جانب التيشيرت النادي نفسه، جانب انا ابغى انزل من الطياره يكون معايا رعاه، معايا رجال اعمال، معايا شركات كبيره تحط شعاره، يعني شيء مستدام لسنوات، يعني لا يكون عمل الدنيا حياه وموت. لا يكون عمل بوجود تركي آل الشيخ او زوال تركي آل الشيخ يفنى هذا العمل. انا ابغى عمل يكون مخلد. نحط لبنات أساسات لعمل دائم ومستدام. إذا حققت نتائجه في الهلال، شوف أنا برجع أقول لك الحمد لله، أنا في بلد الحمد لله أنا بخير، وقيادتي ما مقصرة معايا بشيء، وأنا يعني لم أدخل هذه التجربة لهدف مادي أو هدف كسب واستثمار. حتى بعد تسألني ليش حتدفع فلوس ليش، هذه هواية وهذه جانب من جوانب العمل اللي أنا أحبه وأحب أبرز فيه. أنا شخص أحب العروبة وأحب أساعد العرب وأحب أساعد، هذا اللي تعلمته من قيادتي وهذا اللي تعلمته من ناسي وبيتي وأهلي وتربيتي. وبرضو أنا أحسب هذا الشيء لوجه الله، أنه الواحد إذا أحسن عملا يحصل على ثواب من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا حتى شايفه من جانب خير أيضا. أنه الرياضة فيها تفريغ بطاقات الشباب وفيها اكتشاف المواهب وباب رزق كبير. السودان جاهز، السودان جاهز. جماهيرية غفيرة، مواهب مدفونة، تحتاج بس اللي يجهزها عشان تبرز، ويعني تحتاج الفترينة المناسبة. قلت كلمة الفترينة المناسبة، تحتاج انك احاول اكون انا الفترينة المناسبة في الكرة السودانية. نعم. طيب عندنا برضو نقطة مهمة جدا اللي هي مسألة الأكاديميات. يعني العالم كله ممكن بيمتلئ بالأكاديميات اللي ممكن تكون مهمة جدا، الأكاديميات اللي بتسند النادي يمكن في البطولات بشكل عام، اللي بتخلي إنه يكون في استمرارية للموهبة اللي بتدعم الفريق.
فحابب برضو تديني رايك في النقطه دي تحديدا، لانه حتى السودان ما فيه يعني اي تفصيل علمي لمساله الاكاديميات، ولا حتى على مستوى المنشات، ولا حتى على مستوى الفكر الاداري. تتكلم على رايي انا الشخصي؟ ممكن راي شخصي، ممكن برضو وجهه نظرك في انه رغبتي بس احتاج انا اناقشها مع مجلس الاداره ومع اخوي هشام. رغبتي في البدايه البدء بفرع رئيسي لاكاديميه على اعلى مستوى تراهي اكاديميات في اوروبا وامريكا اللاتينيه، نجيب لها ستاف اجنبي اوروبي او من امريكا اللاتينيه يدربوا من البراهين الى سن 18 سنه. ويصير الهلال السوداني يكتفي ذاتيا من لعيبته ومن مواهبه. شوف يا اخي الكريم، السودانيين موهوبين بالفطره، في لعيبه كثير حتى عندنا بالدوري السعودي، وفي لعيبه يعني موجودين وانا شفتهم بعيني وعاصرتهم وشفتهم واحترفوا عندنا وكذا. تخيل هذه الموهبه طلعت من الشوارع يعني وطلعت من الازقه، فما بالك لو تبنت هذه الموهبه من الصغر ودرست كره القدم. ليست فقط موهبه، ايضا دراسه وعلم، تحتاج انه يتطور في اجهزه معينه، في اجهزه. انا اللي اعرفه انه ولا نادي في السودان يمتلك اجهزه الجي بي اس لقياس القياس هذه اللي مهمه جدا في التمرين. يعني انا امنيتي نشوف ملعب بطريقه الدوم للفئات السنيه مغطى عشان في كل الظروف وفي كل الاوقات وفي كل المواسم يشتغل، يكون في 4-5 ملاعب في الاكاديميه نفسها، تبدا بفرع رئيسي وبعدها اذا نجحت التجربه تعمم الفرع هذا على كل مناطق السودان، وممكن بعدها خارجيا حتى بالنسبه للستور المتجر. انه يبدا بفرع رئيسي في خرطوم وبعد او ام درمان او وتر المنطقه الرئيسيه، وبعدها تتعمم التجربه هذه حتى ممكن توصل لفرع في السعوديه وفرع في الخليج وفرع في الامارات ويمين ويسار، لان الجاليه السودانيه منتشره في كل مكان. لكن الان ككوادر تدريبيه ما في كوادر جاهزه انها تبني هذه الاكاديميه. هذا علم، يعني انا حتى لما كنت في فتره من الفترات في المملكه العربيه السعوديه على راس المسؤوليه الرياضيه وجدت صعوبات في ايجاد كوادر وطنيه جاهزه انها تؤسس اكاديميات، كنا مضطرين ان نجيب كوادر من برا. فالان برضو كمان هنا يعني كادر، نجيب كادر من البرتغال ولا من اسبانيا يجي يأسس ويكون كادر تدريبي متخصص في تدريب البراعم والناشئين. لان هذا تخصص معين، يعني مو كل مدرب حتى لو معاه شهادة البرو. انا انت تتكلم مع شخص معاه شهادات ترى في عالم كرة القدم. انا عندي شهادات مرخصة وماخذ دورات في التشيك وفي اسبانيا ومن القدم من 2006 وانا ادرس عالم كرة القدم وما تطرقت هذا الموضوع. يعني لازم تكون جاهز بالكادر المناسب عشان تقدر تطلع النتيجة المناسبة. سعادة المستشارة، يمكن من اليوم كان في خبر يمكن طلع على يمكن كل وسائل التواصل الاجتماعي في انه في واحد من اعضاء يمكن الجمعية العمومية لنادي الهلال تقدم بطعن في مسألة الرأسة الشرفية لحضرتك اللي هي الممنوحة من مجلس الصوباط. ترد كيف على الموضوع ده؟ والله هذا شأن داخلي انا، اذا اعطيتوني هذه الرأسة الشرفية انا اتشرف بها. اذا سحبت لن تقدم ولن تؤخر، هذا مسمى. انا جاي بالمحبة، فاتح قلبي وفاتح يديني. جاي محبة، المسميات هذه لا تهمني لتركان الشيخ. انا سواء سادعم الهلال كرئيس شرفي او كمحب، اعتقد انه ما يستطيع يمنعني كدعم الهلال كمحب. لكن انا ابغى اقول لك شيء وهذه نقطة مهمة. انا شخص يثار علي الكثير، يعني شوف يقول لك الجبان هو الوحيد اللي ما له اعداء، وانا الحمد لله لست بجبانا. فعشان كذا حيصير فيه لت وعجن وكلام واخذ وعطاء وقياس في تجارب سابقه، ويعني لازم الهلالي والشارع الرياضي السوداني والهلالي بالاخص يستوعب انه في ناس كثيره حتكون مو سعيده بهذه التجربه، سواء داخليا من ناحيه التنافس او سواء خارجيا لانهم فقدوا الفرصه في وجود شخصيه زي في المشهد عندهم. فلازم
ان تعرف ان اننا مقبلين على طوفان. نعم. من الحرب، هل سنتجاوز الحرب هذه؟ نتجاوزها بايش؟ نتجاوزها بالانجازات والافعال اللي على الارض اللي ترسخ في راس المشجع الهلالي فائده هذه التجربه. نعم. ابو ناصر، ممكن نسمع انه في الموسم ده تحديدا مثلا في التسجيلات التكميليه انه بيكون مثلا في محترفين من الاعلى الثقيل بالنسبه للهلال في الفتره القادمه؟ رغبتي الشخصيه ورايي الشخصي نعم، اتمنى ذلك، وراح يكون بالشكل الاتي. انا حطرح طلب من للاخ هشام باحتياجاته، مثلا فرضا قال لي والله يا ابو ناصر دايرين عاوزين راس حربه في الصندوق 9 رقم 9 لاعب محطة، دايرين حاطي 10 أسماء 15 اسم على أعلى مستوى يختار منهم، والاختيار يكون له وللكادر التدريبي. لكن يعني أي واحد من هال 15 اسم حيهز الدنيا، حيقول لي والله أنا محتاج قلب دفاع في المكان الفلاني، برضو نفس الموضوع حقدم له الاختيار لي. لكن احنا نبغى نتعاون. يعني انت تتكلم مع شخص انا جبت في نادي في اوروبا، استثمرت مبلغ 17 مليون يورو في شراء النادي، وحوالي زيها في شراء لعيبة. تمام، حققت عائدي على الاستثمار كامل. وطلع علي النادي ولا مليم وبربح بعد 10 شهور من بيعت لاعب واحد. اشتريته ب6 وبعته ب44 بالاوبشن. واحنا نتكلم يورو. تمام. هذه يقول لك عادي الخبز خباز لو اكل ايش. طيب لو اكل ايش يا محمد؟ طيب مثلا برضو في حاجه يقول لك عادي الخبز خباز لو اكل ايش. نصه. بالتاكيد. صح ولا لا؟ بالتاكيد. هذه صنعتي وانا اعرف فيها. طيب مسألة برضو في حاجة مهمة جدا يمكن بتتناقشها كل يمكن الجمهور الهلالي بشكل خاص في هذه الأيام، منذ إعلان يمكن القيادة اللي يمكن بتكون بالنسبة للهلال الشرفية، الرأس الشرفية، مسألة رفع سقف الشراء، المرتبات، حاجات كثيرة جدا دي، لو 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 اتكلمنا عن إنها مثلا ما حتكون في 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 جو استثماري أو في مثلا استثمار يعني يحتوي الموضوع ده ممكن لقدام في مثلا عدم استمراريتك، عدم استمرارية مجلس الصوبات، حصلت اي نوع من المشاكل زي دي. هذه اللي انا بتكلم معاك فيها. لازم تكون في جانب معين واضح وصريح. يجب ان يكون كل استثمار محسوب. وكل لاعب محسوب. تمام. لكن برضو هذا نحن اشخاص بنشتغل، احنا وهشام الصوبات ما نجي بعد يوم وليله واحنا في عز شغلنا ويقولوا امشوا وبعدين نتحمل المسؤوليه، صح ولا لا يا يعني. بالتاكيد. فاذا اعطينا حريتنا انا والاخ هشام ومجلس الاداره، وراح تشوفوا ان شاء الله نقله نوعيه ومستوى مختلف. في كل شيء. ابتداء من الشراب والتيشيرت. الى اللاعب اللي موجود وقيمته في الملعب، حتى من جانب المكافآت، احنا في عالم كرة القدم. يعني حتى في اوروبا وحتى اي مكان، اذا ما اعطيت اللاعب حافز مجدي في رواتب او مكافآت ما راح يعني يعطيك. بنفس احنا في عالم الاحتراف الان، لسنا في عالم الهواة. كرة القدم ايام الهواة لما كان يلعب الواحد عشان الفانيلا وبس، راحت اندثرت، نحن عالم محترفين الان. اعطيني اعطيك. فلازم ان نحسبها كمان الحسبه هذه. لكن انا هدفي ولو اعطيت الحريه ولقيت التعاون من مجلس الاداره ومن كل الاشخاص ومن جمهور الهلال، الفريق هذا في خلال يعني عشان اكون يعني انا اتمنى في اشهر، لكن انا اقول في خلال سنوات حيكون منافس قوي على كاس افريقيا. مو الدوري المحلي بس. طيب برضو في حاجة تانية، هل ممكن نشوف انه في لاعبين سودانيين على مستوى اول، يعني على قرار التجربة السعودية للاعبين السعوديين في الدوري الاسباني، هل ممكن نشوف لاعبين سودانيين ياخذوا معايشة على مستوى الدوري السعودي؟ اذا 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 في لعيبة على مستوى قادر انه يروح معايشة، فريق جاهز والفرق الثانية في اسبانيا عندي علاقة فيها طيبة،
أنا جاهز. إذا في موهبة تستحق التبني وممكن تمشي هناك احنا جاهزين. احنا خدنا التجربة هذه في السعودية وراحوا مجموعة حوالي 15 لاعب أو أكثر. في لعيبة منهم لم يستطيعوا يعني في فروقات مستويات فنية ولياقية، وفي لعيبة استطاعوا أن يؤدوا واختلف مستواهم. يعني أنا بعطيك مثال، سالم الدوسري بعد تجربة إسبانيا ليس سالم الدوسري في نادي الهلال السعودي، ليس سالم الدوسري اللي بعد التجربة في إسبانيا. عبد الله الحمدان لاعب نادي الشباب المهاجم المنتخب الآن، ليس قبل التجربة في إسبانيا ليس هو عبد الله الحمدان بعد التجربة، اختلف مستوياته متطورت كثير. أنا جاهز لموضوع زي هذا، بس إذا لقيت أرض خصبة وإذا لقيت لعيبة تستحق أن تبتعد. صح ولا لا؟ نعم بالتأكيد بالتأكيد. بتعرف لاعبين سودانيين في الجيل الحالي أو الجيل السابق؟ لا الجيل السابق يعني كنت أعرف العجب والرهامي ومجموعة كثيرة. نعم. لكن الآن وعطى، لكن الآن لا يعني أحفظ على خفيف يعني. لكن الماتش الأخير أنا شفت المباراة وزعلت من النتيجة صراحة. ويعني خصوصا أن انشرق الفوز في آخر دقيقة. وشفت الهدف اللي من الكرة ثابتة. لكن أنا من اللي شفته بنظرة العين يعني، منه أنا شفت ماتشين مهمين للنادي هذه السنة، اللي ضد الأهلي المصري والماتش الأخير، هم اللي ركزت فيهم. في خامات قادرة، في لعيبة قادرة، وفي احتياجات في بعض المراكز تحتاج التدعيم، حيختلف وضع الفريق تماما. ولو كان في فوقهم قدرة تدريبية تعرف توظف اللعيبة هذه وتطور من إمكانياتهم بتدريبات معينة وجمل تكتيكية معينة، اللاعب السوداني يروح حتة تانية يعني، حتى بعيد 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 بعيد. اللاعب السوداني يتميز باللياقة، يتميز بالسرعة، يتميز بالتحمل، يتميز بالكورة العالية، يتميز بالمرونة. يعني ممكن إن القوة الجسمانية ممكن أنت تروح باللاعب السوداني جاهز، بس تطوره شوي وتحفظه شوية جمل تكتيكية وتمارين معينة، اللاعب السوداني وينضبط تكتيكيا واخلاقيا وداخل الملعب وخارج الملعب، لا ويلتزم يروح جهه ثانيه، يروح حته ثانيه. حتشوف لعيبه سودانيين يظهرون لعيبه افريقيا. انت ايش فرقك عن افريقيا كلها؟ صح ولا لا؟ هو الان اعظم اللعيبه في اوروبا من افريقيا وهدافين اوروبا من افريقيا. ايش الفرق؟ ايش الفرق؟ الفرق انه هناك في اكاديميات وفي تصدير للخارج من السن صغير. تمام. فيبرزوا هذول اللعيبة. هذا الموضوع غير متواجد في السودان لأسباب كثيرة. إن شاء الله نحاول نعالجها ويصير الموضوع هذا متواجد إن شاء الله بإذن الله. أبو ناصر، يمكن من خلال مكالمتك مع برنامج هدير المصاطب ومن خلال حديثك معي الآن، يمكن أنا تشرفت به جدا، واضح أنك الملف بتاعك جاهز، يعني انت جاي باذن الله على التنفيذ. انا جاهز على التنفيذ، بس برضو انا احتاج افهم ايش المتطلبات وايش اللي مسموح لي انفذه، ايش اللي هولد وايش اللي مش الان، لا ايش الاولويات وايش اللي يعني لازم، عشان ما يصير في خلافات يا اخي. لازم في بروتوكول واضح. ايش المسموح لي ابداء الراي فيه والتدخل فيه، وايش اللي يعني غير مسموح لي ابداء وجهه نظري فيه. عشان يقول لك اللي اول وشرط اخر ونور. واللي بدايه يعني فهمت، نكون على البدايه بين على البدايه يعني. ابو ناصر، ما عايز اطول عليك في الحديث، ان شاء الله اتمنى انه يكون في لقاءات يمكن قادمه في قادم المواعيد والاحداث. حابب يمكن في ختام حديثك كلمة للجمهور السوداني بشكل عام والهلال بشكل أخص. أول شيء أنا جاي محبة، يدي بيدي هشام الصباط، ومنيتي أني أنجح وواثق بالله إن شاء الله أن حطيت يدكم بيدي وبدعواتكم أني أنا حننجح. عطوني فرصتي كاملة، وأتمنى أني أجيب لعيبة غير شكل لسيد البلد عشان يرجع ويكون سيد افريقيا ان شاء الله.
إن شاء الله بالتأكيد. الواحد أنا على مستوى شخصي سعيد جدا إنك خاصتني بهذه المقابلة، وتأكيد الشعب السوداني حيكون أسعد وأسعد بإنه يعني نقاط مهمة جدا أنت جاوبت عليها. سعادتهم عندي بالدنيا إن شاء الله، الله يكرمك. فرحة في شفات سوداني أو سودانية هذه تسوى عندي الكثير إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لك. شكر لك كثير، شكر لك الساعة المستشارة. شكرا، الله يخليك، تسلم. متابعينا في كل مكان، ده كان لقاءنا مع سعادة المستشار تركي آل الشيخ، اللي يمكن فات فيه بالكثير من النقاط اللي كانت مهمة جدا جدا، وجاوب على الكثير من الأسئلة اللي يمكن كانت في غاية الأهمية، ويمكن خلى الشارع الرياضي السوداني والشارع الهلالي بشكل أخص عنده الأجوبة اللي يمكن نموذجية بشكل كبير في قادم المواعيد إن شاء الله. والرجل يمكن جاي بكل ملفاته جاهزة جدا للتنفيذ على نادي الهلال، إنه حتى يعني الموضوع واصل لانه يكون فيه يعني معرفه بالجوانب الهلاليه بشكل كبير، والاهم من ده انه ما عايز يخلي الهلال في انه يكون سيد البلد، انه يكون سيد افريقيا بشكل عام، ودي حاجه اعتقد انها موجوده، وراى في الهلال المكان اللي ممكن يكون مناسب وارض خصبه على حد تعبيره في هذا اللقاء. الناس اللي بتابعنا في كل مكان، شكرا لكم كثير على حسن المتابعه، وان شاء الله دائما تامين ولامين. شكرا.